معنا من دمشق الصحفي غسان يوسف. غسان، لو تطلعنا أكثر على هذا الحادث المؤسف لغرق القارب الذي كان ينقل هؤلاء المهاجرين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين. تحياتي لك عيسى ومشاهدين، يعني نترحم على الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين. طبعا بحسب ما ذكرت حضرتك في النشرة، ارتفع العدد بحسب مدير الموانئ البحرية ساندر قبرصلي إلى 86 ضحية، وأيضا هناك حوالي 20 يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس، 8 منهم في حالة عناية مشددة أو مركزة. أيضا يعني استنفرت كل الأجهزة الطبية و الأمنية في طرطوس، وشارك طيران الاستطلاع السوري للبحث عن ناجين، أيضا شاركت القوات الروسية والقوات البحرية السورية وأهالي جزيرة أرواد، يعني باعتبار أن هذه الجزيرة معروف عنها يعني أنها تملك الكثير من القوارب والكثير من السباحين المهرة. أيضا يعني كان هناك تعاون كبير من الهلال الأحمر، وايضا يعني اتصالات مع الصليب الاحمر اللبناني لتسليم جسامين الضحايا على الحدود اللبنانيه. نعم غسان، بالحديث عن السوريين والفلسطينيين واللبنانيين الذين منهم من لقي حتفه ومنهم من حاليا في المستشفى، كيف تمت او هل هناك جهه مسؤوله تم القاء القبض عليها من قبل السلطات كانت تتولى عمليه تهريب هؤلاء المهاجرين حتى هذه اللحظة؟ يعني للأسف هنا يعني نتحدث عن ضحايا يعني ربما غرر بهم، ربما يعني استغلوا يعني في طرابلس يعني منذ زمن، يعني منذ الأزمة السورية، والكثير من المهربين يقومون بعمليات تهريب بهذه القوارب، يتجهون إلى قبرص إلى اليونان ويستغلون يعني من يريد السفر. تصور يعني أن العدد كان حوالي 150، أغلبهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، ودفعوا مبالغ كبيرة. طبعا لا شك أن هناك جهة تقف وراء يعني تسفير هؤلاء باعتبار أنهم يريدون الحصول على المال، وأعتقد بأن التحقيقات ستكون جارية، ويجب أن يكون هناك تعاون يعني ما بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة السورية لكشف يعني المتورطين. هذا القارب انطلق من منطقة الميناء في لبنان في طرابلس، ولا شك أن هناك من يقف خلف هذا العمل، وبالتعاون الذي سيجري ما بين الدولتين أعتقد أنه سيكشف الجاني وسيعاقب وستمنع هذه الظاهرة الغير طبيعية. ولاحظ هذه المأساة للأسف يعني التي حصلت قبالة الشواطئ السورية، ولذلك أعتقد يعني بأن الأمر سيتم يعني معالجته وسيتم يعني الاتصال على اعلى المستويات بين البلدين ومنع يعني هذا ما يحدث قبالة الشواطئ اللبنانيه وخصوصا يعني طرابلس. نعم، شكرا جزيلا للصحفي غسان يوسف الذي اطلعنا على اخر المستجدات حول ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل طرطوس.